بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب القراض. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب القراض. والقراض هو عقد من عقود المشاركات، والمراد بالقراض هو ما يسمى بلغة العراقيين بعقد المضاربة، إذ الحجازيون يسمون هذا العقد قراضاً، وأما العراقيون فإنه يسمونه مضاربة، وهو نوع من أنواع المشاركات. والمراد به كما بينه الإمام أحمد في مسائله، أو نقلها عنه إسحاق بن إبراهيم في مسائله، قال: هو أن يدفع المرء ماله لمن يتجر به، لمن يتجر به، على أن يكون الربح بينهما مشاعا على حسب ما اتفقا عليه، فيكون ربح صاحب المال مشاعا بحسب ما اتفقا عليه. وجرت عادة فقهائنا رحمة الله عليهم أنهم يذكرون أحكام القراض والمضاربة في أبواب الشركات، وطريقتهم أنسب، إذ القراض نوع من أنواع الشركات كما مر معنا. ولكن المصنف رحمه الله تعالى أورده بعد باب الشفعة، وأفرده عن الشركات موافقة لطريقة الشافعية، فهو وافق الإمام الشافعي في كتاب الأم حينما ذكر القراض بعد الشفعة، ومشى عليه كثير من الشافعية، وبعضهم طبعا خالف هذا الترتيب فجعلوا القراض والوكالة في باب واحد. ولكن المصنف نظرا لأنه ينتسب لمذهب هذا الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي، فإنه سار في كتابه وتبويبه على طريقته. القراض أورد فيه المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أبواب، ثلاثة أحاديث، ولا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراض والمضاربة. ولذلك يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: ما من باب إلا وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وأثر إلا باب القراض، فقد أعياني أن أجد فيه حديثا صحيحا. فلا يصح حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في إثبات مشروعية هذا العقد، ولا في إثبات تفصيل أحكامه. وقد مر معنا كلام الرافعي أنه إذا ثبت حديث في تفصيل حكم فإنه يدل من باب الإلزام أو اللزوم على مشروعية أصل هذا الحكم أو هذا الباب. ولكن يقول أهل العلم إن القراض يدل عليه إجماع المسلمين والسنة التقريرية، فإجماع المسلمين قد انعقد على أن القراض أو المضاربة مشروعة، وما زال الصحابة ومن بعدهم إلى زماننا يعملون بها. وأما السنة التقريرية فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة قبل الإسلام، فعقد المضاربة معروف عند أهل الجاهلية، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره ولم ينهى عنه يدل على أن الأصل بقاء إباحته ومشروعيته وأنه صحيح. والأمر الثالث هو القياس على سائر العقود، وقد قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقيس عقد القراض على عقد المساقة، فيرى أن عقد القراض ملحق بأحكام المساقة، على خلاف بين أهل العلم كالحنفية فإنهم لا يرون المساقة كما سيأتي بعد قليل. فكان يلحق أحكام القراض بالمساقاة بناء على أن أحد المتعاقدين منه المال ومن الثاني العمل، فالمعنى فيهما واحد. ولذلك الشيخ تقي الدين يقول: ويقاس على المساقات ما في معناها، كمن له دابة فيقوم بتأجيرها أو بأرض وغير ذلك مما سنشير له إن شاء الله في محله. أول مسألة معنا في أو أول حديث في هذا الباب هو حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، والمراد بالمقارضة هو القراض أو المضاربة، وجعلها على هذا الوزن مفاعلة من باب المشاركة، فإذا دل على أنها من عقود المشاركات،
قال: وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. قال: رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف. والحقيقة أن المصنف رحمه الله تعالى تلطف في الحكم على إسناد هذا الحديث، وإلا فإن الأئمة حكموا عليه بما هو أشد. فقد جاء أن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: إن هذا الحديث موضوع، ومثله وتبعه أبو الفرج بن الجوزي. وكذلك قال الذهبي: إن هذا الحديث واهٍ جدا. والسبب في ضعفه أنه جاء من طريق عبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه صهيب رضي الله عنه. يقول: عبد الرحيم هذا وصالح بن صهيب مجهولان لا يعرفان إلا في هذا الحديث. وعلى العموم فإن هذا الحديث لا يصح. قوله في هذا الحديث: ثلاث فيهن البركة، أي أنهن سبب للبركة، تكون سببا للبركة. والمراد بالبركة ليس كثرة المال كما نعلم، إذ الله عز وجل يمد للكافرين مدا من الأموال ويكثر أموالهم، وإنما المراد بالبركة بركة المال، بأن يصرف أولا في مصرفه الصحيح، والأمر الثاني ألا تأتيه آفة تهلكه مرة واحدة. فإن المال المبارك لا تأتيه آفة تهلكه، بخلاف المال غير المبارك فإنه تأتيه آفة تهلكه، كما في حديث خامة الزرع: المؤمن تأتيه الريح فتكفئه يمينا وشمالا، وأما المنافق فإنه كالأرزة تأتيه ريح عاصف فتسقطه فلا قوام له. إذن فالمال إذا كان مباركا فإنه يصرف في مصرف صحيح، والأمر الثاني أنه لا يأتي ما آفة تهلكه مرة واحدة. الأمر الثالث أنه يكون فيه نماء، ولا أقول كثرة، وإنما يكون فيه نماء بحسب ما قدر الله عز وجل فيه من النماء، بحيث أنه يكفي صاحبه ويغنيه عن من سواه، ويغنيه عن من سواه. هذا هي صفة المال المبروك. ولذلك المال إذا وجدت أن صاحبه يصرفه في، لنقل، في أدنى المباحات وفي المكروهات، فإن هذا يدل على أن ماله ليس بمبارك. فإذا رأيته يصرف فيه ويصرفه ذات اليمين وذات الشمال ناهيك عن أنه يصرفه في الحرام، فدل ذلك على أن في كسبه نظر. وقد ذكر بعض علماء الشافعية وهو ابن عطية الحموي قال: لما تأملت كلام أهل العلم في بركة المال استعجبت لحال بعض التجار، فإن بعض التجار يكسب مالا كثيرا، ومعلوم حال التجار في أغلب أحوالهم أن مالهم فيه شبهة حرام، ومع ذلك تجد بعض هؤلاء التجار يبني المساجد، كذا يقول ابن عطية الحموي الشافعي في كتاب له في أحكام المساجد، قال: تجده يبني المساجد العظيمة يعني ويصرفها في المصارف الخيرة. قال: فتأملت فإذا به لا يؤجر من بناء المسجد إلا على جزء منه، وما عداه لا يؤجر، يؤجر على موضع الصلاة. قال: وأما تزويقه المسجد وإطالته لسقفه وغير ذلك من الأمور فإنه لا يؤجر عليها، وهذا في مقابل ما عدم البركة من ماله، وأما ما كان فيه البركة فهو الذي يؤجر عليه، ربما كان الربع أو النصف أو الثلث بحسب هذا المسجد. هذا كلام ابن عطية، والعهدة عليه في هذه يعني الرؤية. يقول: ثلاث فيهن البركة: الأول البيع إلى أجل. والمراد بالبيع إلى أجل صورتان كما نعلم وتقدم معنا، فقد يكون المؤجل هو الثمن، وهو البيع المنجم الذي نسميه الآن بيع التقسيط. والنوع الثاني أن يكون المؤجل هو المثمن، وهو الذي مر معنا ويسمى سلما أو سلفا، فأهل الحجاز يسمونه سلف، وأهل العراق يسمونه سلم. وأصحابنا رحمة الله عليهم اختاروا تسمية العراقيين في باب المضاربة وفي باب السلم لكي لا تتشابه الأسماء، فإن السلف يشمل الدين ويشمل هذا العقد، والقراض يكون فيه شبه بباب القرض، فلكي يبعد عن الطالب يعني تشابه الأسماء فإنهم سموا القراض مضاربة لأجل إبعاد يعني شبهة تشابه الأسماء في هذا العقد. إذن قال: البيع إلى أجل بنوعيه. طبعا المراد بالنوع الأول من باع بتأجيل الثمن من غير زيادة في الربح، لأن فيه أجرا، إذ المرء إذا وسع على غيره وتعاون معه في ذلك فإن له أجر في هذا الأمر. ومن أعظم ما يوسع عليه أن يوسع عليه من غير منة، وفي البيع ما في منة، عندما يكون هناك تأجيل في الثمن ليس فيه منة، بخلاف الذي يقرضك. لو ذهبت لشخص وقلت له: أقرضني مالا، ثم ذهبت واشتريت به سلعة لتأكلها أو نحو ذلك، هذه فيها منة للأول. وأما إذا بعته السلعة
ومع ذلك قلت أجلت لك الثمن، فهذه ليس فيها منه لأنه مشتر منك، ولذلك كان فيها أجر لمن صدق مع الله عز وجل وأراد ما عنده سبحانه وتعالى، ربما يكون سببا في البركة إن صح هذا الحديث. قال والأمر الثاني المقارضة وهو المشاركة، وهذا يعني ملاحظ، ولذلك فإن بعض أهل العلم تكلم عن قضية بركة العقد بسبب الشركة، وتكلم عنها كذا واحد من أهل العلم، ومنهم صاحب كتاب فضل السعي والحركة، أظن البركة في فضل السعي والحركة، عقد بابا في بيان أن كثيرا من السلف ربما شارك الناس لا بقصد المشاركة وحاجة المال، وإنما قصده بركة هذا العقد، ليس استدلالا بهذا الحديث فحسب، وإنما استدلالا بالحديث الآخر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا أنا ثالث الشريكين إذا صدقا. فعقد المقارضة غالبا الشريك الثاني لا يعمل، فيكون فيه وجه الصدق أكبر فيما لو كان معا يعملا وتشاركان في التصرف، فدل ذلك على أن عقود المشاركات عقود مباركة، لأن الله عز وجل يكون مع الشريكين فيها، وهذا يشهد لهذه الجملة من هذا الحديث. قال وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع، قوله لا للبيع لكي لا يكون غشا وإنما لأجل الأكل. والسبب في كون خلط الشعير بالبر سببا للبركة قيل أمور. الأمر الأول لكي يترك المرء الترفه، فإن المرء إذا ترك الترفه ولم يأكل فقط برا خالصا كما هو حال الآن أغلب الناس، إنما يأكلون يعني برا خالصا فقط، حينئذ يكون فيه ترك للترفه، ولا شك أن ترك الترفه فيه بركة. هذا من جهة. من جهة أخرى يذكر بعض الناس المعاصرين أن في هذا الأمر الثاني الشعير ربما يكون فيه فائدة للبدن، ولذلك البر الذي توزعه الصوامع والغلال على المخابز تخلط مع البر أشياء أخرى كالنخالة وغيرها، ويذكرون أن في الشيء الثاني كالنخالة والشعير ربما يكون فيه فائدة للبدن من ألياف وغيرها، وكذا يقولون. أنا ولست صاحب هذا الفن ولا أعرفه، وإنما أنا ناقل له. من أسباب أيضا البركة أن البر معلوم أنه أغلى من الشعير، فإذا خلط البر مع الشعير أصبح أكثر، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الطعام إذا لم يحصى فإنه يكون سببا في البركة، فقال لا تحصي فيحصي الله عليك، ولا تعدي فيعد الله عليك. تقول عائشة وكان لنا يعني طعام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نأكل منه فما انقضى، فلما كلته انقضى. فأحيانا عدم الكيل في الشيء وعدم معرفة مقداره يكون سببا بأمر الله عز وجل في بركته ونمائه، وبحيث أنه يكفي عددا كثيرا والظن أنه يكفي عددا قليلا. هذا الحديث على العموم أتى به المصنف للدلالة على مشروعية المقارضة أي عقد المضاربة، وأن لها فضلا فتكون سببا لبركة المال، وهذان الأمران صحيحان. عرفنا الأمر الأول للإجماع والثاني لعموم حديث أنا ثالث الشريكين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد الرطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. نعم، هذا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، وحكيم رضي الله عنه كاسمه حكيم في لفظه، فإن له من الكلام وله من النصائح الشيء العظيم جدا رضي الله عنه، وهو من الذين عاشوا نصف عمرهم في الجاهلية 60 سنة، والنصف الثاني وهي 60 الثانية كانت في الإسلام، فعاش 120 سنة. وقد جمع الذهبي رحمه الله تعالى من قارب هذا السن من الصحابة رضوان الله عليهم في جزء صغير مطبوع. حكيم هذا رضي الله عنه له أمر عجب في التجارة، فإنه لم يأخذ من عمر رضي الله عنه عطاء، إذ عمر رضي الله عنه لما كثرت الفتوح على المسلمين كما نقل ذلك الزبير بن بكار في أنساب القرشيين أو جمهرة أنساب القرشيين، قال لما فتح الله عز وجل على عمر وعلى المسلمين الفتوح وكثرت الأموال شاور عمر رضي الله عنه الصحابة ماذا يفعل بهذه الأموال، وأراد أن يعطي المهاجرين والأنصار وغيرهم من الصحابة بحسب أقدميتهم وفضلهم، ولكن عمر رضي الله عنه لم يكن يفعل شيئا إلا بمشاورة، فشاور المهاجرين فوافقوا، وشاور الأنصار فوافقوا، ثم شاور مسلمة أهل مكة، مسلمة أهل الفتح الذين هم أهل مكة، ومنهم حكيم بن حزام
رضي الله عنه، وأولئك يشاورون لمكانتهم ولكونهم كانوا من عقلاء الناس، فوافقوا إلا حكيما. حكيم قال: لا، لا تعطي الناس عطاء، إنك إننا يعني أهل مكة أهل تجارة، وإخواننا من الأنصار أهل زراعة، وإذا أعطيتنا هذا العطاء انشغلنا عن تجارتنا وانشغل إخواننا من الأنصار عن زراعتهم وتركوها لغيرهم من الأعاجم، وإن العطاء لا يستمر. كذا يقول: وإن العطاء لا يستمر. فإذا انقطع العطاء وأردنا الرجوع لتجارتنا لم نحسن ذلك، أو أبناؤنا من بعد لم يحسنوا العمل، أو كان التجارة بيد غيرهم، ومثله يقال لأهل المدينة فيخرجوا منها إلى غيرهم من الأمصار. ولكن عمر رضي الله عنه لم يأخذ برأيه، ولكن حزاما رفض أن يأخذ منه عطاء، فكان حكيم رضي الله عنه يدخل في السوق فيجد عقالا لبعير ثم ينفضه ويبيعه بدرهم ويقول: ربحت فيه درهما. وكان من أثرى الناس مالا بسبب تجارته، فالرجل صاحب عقل وصاحب تجارة رضي الله عنه. حكيم رضي الله عنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة، أتى به المصنف أساسا ليثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتعاملون بالمقارضة، وأن تعاملهم هذا كان قبل الإسلام واستمروا على فعله بعد الإسلام، وقد كان هذا بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهى عنه، فيبقى على الأصل وهو المشروعية. قال: أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة، يعني أعطاه مال لكي يقارضه به ويقوم بالمتاجرة فيه. وقوله هنا قبل أن نكمل الباقي: أعطاه مالا، مشهور مذهب الحنابلة أنه لا تجوز عقد المضاربة الذي يسمى عقد القراض إلا وأن يكون رأس المال نقدا من ذهب أو فضة، ولا يجوز عندهم أن يكون رأس المال من عروض، فما يجوز أنك تعطيه بضاعة فتقول: بع هذه البضاعة وتاجر بها، بع واشتري بها، يعني بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك ما ربحت أو ما ربحت من المال يكون بيننا نصفين، ما يصح. لكن لو قال: بع وبالثمن الذي تبيعه لك جزء ولي جزء، هذا يجوز لأنها وكالة، وما زاد تكون مثل أجرة السمسرة وغيرها. لكن لو قال: بع هذا العروض ثم ينض دراهم والدراهم اشتري بها عروضا أخرى وغير ذلك، يقولون ما يصح. ما السبب؟ لأن عقد المضاربة إذا انتهى وأراد أن يرد له رأس ماله، فهو إما أن يرد له مثل العروض، وإما أن يرد له قيمته، وعندهم أن العروض هذه ليست مثلية، أغلب هذه العروض ليست مثلية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن العروض بتغير الزمان يزداد ثمنها وينقص، فدرءا للخصومة والمنازعة فيقولون: نرجع إلى الأصل وهو أنه ما تكون إلا بالنقد، وكلامه الحقيقة هو أحوط. ولذلك فإن كثيرا من الخصومات في القضاء سببها في عدم ضبط رأس المال كم هو، ولو ضبط بنقد أو بريالات ونحوها لنحل إشكال كثير. فقول المذهب في ضبط رأس المال أنه يكون نقد أحوط وأبعد للنزاعات. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز أن يكون رأس مال المضاربة عروضا، لأنه يصدق عليه أنه مال عموما، والمسألة يعني مشهورة في محلها. قال: ألا تجعل مالي في كبد الرطبة، يقول: لا تجعل هذا المال الذي تشتري به، لا تشتري به حيوانا، لا شاة ولا ماعزا ولا بقرا ولا غير ذلك من الحيوانات. والسبب قال: لأن هذا الحيوان يأتي يعرض عليه ما يعرض عليه من الأمراض ومن الأسباب التي تكون سبباً لتلفه، لا تتاجر في الحيوانات. فكان رأي حكيم رضي الله عنه عدم المتاجرة في الحيوانات، هذا لعلمه بالتجارة. ومثله ما جاء عن عمر رضي الله عنه حينما أوصى التجار فقال: واجعل الرأس رأسين، اجعل الرأس رأسين، إذا كنت تريد أن تتاجر لا تشتري شيئاً واحداً، يعني تجعل مالك كله في شاة واحدة أو في ناقة واحدة غالية الثمن. الآن الناقة تباع بمئة ألف وأكثر، فبعض الناس يشتري ناقة واحدة برجاء أنها يرتفع ثمنها، فإذا بها يأتيها مرض فتتلف. فحكيم يقول: لا تشتري الحيوانات اجعلها، لأنها قد تتلف تذهب مالي فجأة. عمر يقول: اجعل الرأس رأسين، بدل ما تشتري ناقة واحدة اشتر ثنتين، فإذا تلفت الأولى بقي لك بعض مالك في الثانية، وهكذا. فهذه من الوصايا في التجارة، ومعلوم أن قريشا كانوا من أوسع الناس تجارة، بل هم ربما كانوا أوسع
أهل الجزيرة تجارة، وكانت لهم رحلتان كما تعلمون في الشتاء والصيف. قال: ولا تحمله في بحر. كان يوصي شريكه في المقاربة أن لا ينقل البضاعة في البحر، لأن البحر قديما كان غير مأمون الجانب، ولذلك جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا باعتبار ذلك الزمان في النهي عن ركوب البحر وغير ذلك من الأمور، لأن البحر في ذلك الزمان كان غير مأمون الجانب، بخلاف وقتنا الآن فإنه أصبح وسيلة نقل تكاد تكون في أمانها أكثر بكثير من غيرها من وسائل النقل البري. قال: ولا تنزل به في بطن مسيل. يعني إذا كانت معك بضاعة وأنت تمشي بها، فإذا كان بطن الوادي يسيل ولو سيلا يسيرا فلا تجري فيه. نعم، قد تقول إنه في أوله، يقول لا تجري فيه. قال: لأنه ربما السيل تعرف أنه تظنه يعني خفيفا، فإذا به يأتيك منهمرا شديدا فيأخذ ما أمامه. قال: فإن فعل، طبعا تنزل وخاصة في الليل لا تنزل به، ولذلك معلوم أن الشخص منهي أنه ينام في بطن الوادي حتى وإن كان ليس فيه سيل، فلا ينام الشخص ولا ينزل في بطن المسيل، وإنما ينام في طرفه وجاله. قال: فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. قال: رواه الدارقطني ورجاله ثقات. هنا حكم المصنف على رجاله بالثقات، ولم ينفي ما يتعلق باتصال الرواة وعدم اتصالهم، بينما قال في كتابه الآخر التلخيص الحبير إن إسناده قوي فحكم على الإسناد. طبعا أهل العلم إذا أرادوا أن يحكموا على حديث لهم ثلاث درجات: إما أن يحكموا على الحديث نفسه فيقول حديث صحيح حديث حسن، ثم يليه أن يحكموا على إسناده فيقول إسناد صحيح أو إسناد حسن، ثم يليه أن يحكموا على رجاله فيقول رجاله ثقات أو رجاله محتج بهم. وهذه درجات ثلاث: أقواها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. وكان ابن الصلاح رحمه الله تعالى يشدد فيقول: يجب على يعني أن من أراد أن يحكم على حديث ولم يكن مسبوقا في الحكم عليه من أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وأحمد ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم الأئمة الكبار، فإنما يحكم على الإسناد فقط ولا يحكم على الحديث، فربما كان للحديث علة وهكذا. طيب، هذا الحديث فيه من الفقه المسألة الأولى ذكرناها قبل قليل، وهي المتعلقة بمال ورأس مال شركة القراض أو المضاربة. المسألة الثانية وهي مسألة الضمان. مسألة الضمان، نقول إن الضمان له حالتان: إما أن يكون مشروطا وإما أن يكون غير مشروط. إما أن يكون الضمان مشروطا وإما أن يثبت من غير شرط على العامل. ما المراد بالعامل؟ أي الذي يأخذ المال فيضارب به. نبدأ أولا بالضمان المشروط، ونقول إن الضمان المشروط صورتان: الصورة الأولى إذا كان الضمان لمخالفة شرط، مثل ما أتى حكيم هنا قال: إن فعلت كذا فإنك ضامن أو فقد ضمنت مالي، فنقول هنا إذا خالف شرطه فإنه يضمن، سواء نص على أنك إن خالفت الشرط فقد ضمنت كما قال حكيم أو لم ينص على ذلك فإنه يضمن. قال أحمد وعامة أو أكثر أهل العلم على أنه يضمن إن خالف شرط صاحب المال أو رب المال. إذن هذا الأمر الأول فيما يتعلق بالضمان المشروط، وهو شرط صحيح أو ضمان صحيح. النوع الثاني من الضمان المشروط أن يكون الضمان مطلقا. ما معنى قولنا إنه ضمان مطلق؟ يعني أن يأتي رب المال فيقول: انظر خذ هذا المال وضارب به، وأشترط عليك أن تضمنه إن خسر أو إن جاءته آفة، فتكون أنت ضامن، فتكون أنت ضامنا، أو فتكون أنت نعم ضامنا. فنقول حينئذ إن هذا الشرط باطل، وإنما حدث الخلاف في المذهب على روايتين: هل يبطل العقد أم لا يبطله؟ فمن رأى أن هذا الشرط يخالف حقيقة العقد، لأن أصبح ضمان رأس مال مع الربح فينقله إلى باب ربا، فيقول يبطل عقد المضاربة ونجعلها عقد إجارة إن استمر فيها، فليس للعامل إلا أجرة المثل. والصورة الثانية أنهم قالوا: لا، نقول العقد صحيح ولكن الشرط باطل، لأن اشتراط الضمان هنا يكون باطل. إذن هذا النوع الثاني من الشروط، وهو الشرط الضمان مطلقا والشرط باطل باتفاق. الصورة الثانية من الضمان، الضمان غير المشروط. والضمان غير المشروط هو الذي يكون عند مخالفة الشرط النصي أو مخالفة الشرط أو مخالفة ما تقتضيه عادة هذه الشركة.
فإن العامل إذا كان قد قيل له افعل كذا ولكن لم يفعله، تاجر في النوع الفلاني لكنه تاجر في غيره فخسر، حينئذ نقول تضمن رأس المال لأنه خالف الشرط. أو جرت العادة عرف التجار أن الشخص لا يبيع المال بدين، ما يبيعه بثمن مؤجل، وإنما يبيعه بثمن حال، ولكنه باع بثمن مؤجل وهذا اللي اشترى منه لم يعطه الثمن أو غاب ونحو ذلك، فنقول يضمن العامل، لأن الأصل أن العامل لا يبيع بثمن مؤجل فيما جرت به عادة التجار. طبعا المذهب مطلقا، ولكن يجب أن نقول هذا مقيد بالعادة، لأن في زمان هذا أغلب التجار يبيعون بثمن مؤجل وخاصة الجملة وغيرها. إذن مقصودنا من هذا أن هذا الحديث يدل على الضمان، والضمان نوعان: ضمان مشروط وإما أن يكون صحيحا وإما أن يكون باطلا. فالضمان المشروط الصحيح هو أن يشترط شرطا لمصلحة العقد ويخالفه العامل فيضمن حينئذ إذا حدثت خسارة. والضمان الباطل هو الضمان المطلق، أن يقول أنت ضامن مطلقا. وأما الضمان غير المشروط فهو عندما يكون هناك إتلاف من العامل سواء بقصد منه أو بخطأ، فكلا الحالتين هو ضامن، وخاصة إن خالف شرطا منصوصا أو خالف شيئا جرى عليه عادة التجار. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. نعم، هذا حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أنه أي جده عمل في مال لعثمان، يعني أن عثمان أعطاه مالا على أن الربح بينهما، يقتسمانه بينهما على رؤوسهما. قال وهو موقوف صحيح، أي أن إسناده صحيح. طبعا هو صحيح بناء على ما احتف به، إذ العلاء قد تكلم فيه، ولكن نظرا لأن هذا الخبر متعلق بأبيه وبجده، ومثل هذا الخبر يكون مشهورا في أسرتهم، حينئذ قد لا نكتفي بالنظر لتحسين الحديث نظرا لما تكلم في العلاء، ولكن نصل لصحته، الجزم بصحته، لأن مثل هذا الخبر لا يخطئ فيه من قل ضبطه. وهذه مرحلة في الحكم على الأحاديث مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه صح الحديث، يعني تكون لمن عني بالتدقيق في المعاني، وقد بنى عليها ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه المشهور المنار المنيف. ولذلك أحمد قد يحكم على أحاديث أحيانا بالصحة مع ظهور علة معينة فيها لمعنى دقيق يعرفه أهل هذا الشأن. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة، وهو أنه لا بد أن يحدد نسبة الربح لكل من الشريكين العامل ورب المال، لأنه قال على أن الربح بينهما، وهذا لا شك في هذا الشرط وإنه شرط لازم. يبقى عندنا مسألة فيما لو لم يحدد الربح، بمعنى أنهما أي العامل والشريك صاحب المال اتفق على عقد المضاربة ولكن لم يقول كم نسبة الربح، سكتا، لم يقول كم نسبة الربح، فحينئذ المذهب أن هذه عقد شركة فاسدة، تصبح الشركة فاسدة ويصبح العامل له أجرة المثل، لأن عندهم قاعدة أنه كلما فسد المسمى فإنه يصار إلى أجرة المثل، فله أجرة المثل حين ذاك. واختار الشيخ تقي الدين، وهي الرواية الثانية، أن العقد صحيح ويكون له أي ويكون للعامل ما جرت العادة بأن يأخذه، العادة أنه يأخذ 50% فيعطى 50%، يأخذ 70%، 20%، بحسب ما يقدره أهل العادة. هذه يعني الخلاف في هذه المسألة بناء على إذا سكت عن نسبة الربح بينهما كم نسبته. هنا عادة الفقهاء لما يقولون إذا قيل الربح بينهما فإنه يقسم على الرؤوس، فلو كان اثنين النصف، لو كان ثلاثة فإنه يكون الثلث لكل واحد منهم، وهكذا. نعم. الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما: فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر،
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وله شطر ثمرها. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالمساقات والإجارة، وذكر هذين العقدين معا لأن كليهما استيفاء لمنفعة بشيء، أو باستيفاء منفعة من نماء المال، هو استيفاء منفعة بعوض هو من نماء هذا المال، والمساقاة المراد بها هو دفع شجر لمن يقوم بسقيه، على أن يكون الثمر مشاعا بين العامل وبين مالك الشجر، ويشبه عقد المساقاة عقد آخر وهو عقد المزارعة. والمزارعة هو إعطاء الأرض لمن يقوم بزرعها، ونحن نعلم الفرق بين الزرع وبين الشجر كما مر معنا في باب الغصب في الدرس الماضي. المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر المزارعة، والسبب أن الشافعية عليهم رحمة الله لا يرون أن عقد المزارعة عقد صحيح على سبيل الاستقلال، يقول لا تجوز المزارعة على سبيل الاستقلال، وإنما تجوز من باب التبع، تبعا للمساقاة. فإذا كان هناك مساقات ومعها زرع جاز تبعا ولا يجوز استقلالا، عندهم المزارعة لا تجوز استقلالا وإنما تجوز تبعا مع المساقاة. وهذا هو السبب في أن المصنف لم يجعل للمزارعة يعني عنوانا في الباب، وهذا موافقة للشافعية، فإن الشافعية يذكرون المساقات عنوان الباب ولا يذكرون المزارعة لأجل ذلك، فهو عقد تابع، وأما على سبيل الانفراد فإنه عندهم لا يصح، كالمخابرة التي سنذكرها في محلها إن شاء الله. أول حديث في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة برواياته التي ستأتي. فأول ما فيه أن ابن عمر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، والمراد بهم اليهود الذين كانوا فيها، وهذا يدلنا على أصل مهم جدا، أنه يجوز معاملة أهل الكتاب وغيرهم في البيع والشراء. وينبني على ذلك قاعدة، وهو أن العبرة في العقود، أو أن العبرة في التعاملات بالعقود وليست العبرة بالأشخاص. فالرسول باع واشترى وشارك عقد مزارعة، ورهن درعه عند يهودي، وعلي أجر نفسه عند يهودي، وقد حكى الله عز وجل عن اليهود أنهم يأكلون الربا والرشا، فدل ذلك على أن العبرة بالعقد وليست العبرة بالشخص. وهذه القاعدة تفيدنا في أشياء كثيرة جدا، منها مسألة معاملة من ماله حرام ومختلط عينه ومحله المفروض باب الغصب، لكن يعني نشير لها هنا إشارة. المسألة الثانية معنا حينما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمرها، هذا الجملة فيها دليل، أو بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، هذه المسألة فيها دليل على أنه تجوز المساقات للشجر، لأنه قال بشطر ما يخرج منها من ثمر، يدل على جواز المساقاة. وفي الجملة خلافا للحنفية فإن المساقات تجوز عند جمهور أهل العلم خلاف الحنفية، هم الذين نهوا عنها لحديث رافع الذي سنشير له بعد قليل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة استمروا عليه في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. طيب، قوله بشطر ما يخرج منها من ثمر نستفيد فائدة أخرى، وهو أنه على المذهب تجوز المساقات للثمر ولو كان هذا الثمر موجودا في وقت المعاقدة. يعني المساقات نوعان، أن تساقي على ثمر لم يوجد، النخل ما بعد حمل إلى الآن، فيعمل فيه عملا كثيرا، ثم إذا أنتج فللعامل النصف ولك النصف من الثمرة، ليس من المال. الصورة الثانية أن يكون الثمر قد ظهر، إما بدأ صلاحه أو لم يبدو صلاحه، فهل تجوز المساقات عليه؟ نقول نعم، وهذا هو ظاهر المذهب، بل هو منصوصه، نصوص المتأخرين، أنه يجوز على الثمر وإن بدأ صلاحه، لأن من الفقهاء من يقول إن المزارعة لا تجوز على الثمر إن بدأ، وإنما تكون مؤاجرة فقط.
طيب هذه أخذناها من قوله ما يخرج منها من ثمر، من ثمر يعني سواء كان ظاهرا أو ليس بظاهر. المسألة الثالثة وهذه مهمة جدا، قوله أو زرع، أو زرع. كلمة أو هذه لنبدأ برأي الشافعية، الشافعية يرون أنها على سبيل الشك، وأنه شك من الراوي أهي للزرع، أهو عاقدهم على الزرع أم عاقدهم على الثمر، ولذلك يرجحون الرواية الأخرى من ثمر وزرع، روية في بعض الطرق الحديث وزرع، فيقولون إن الزرع دخل من باب التبع مع الثمر، ولذلك يقولون إن المزارعة تجوز تبعا ولا تجوز استقلالا. ولكن نقول إنه أو هنا للتنويع، للتنويع، فهو عاقدهم على هذا وعاقدهم على هذا. وهذه الجملة أو زرع دليل للمذهب، والمذهب من أوسع المذاهب في المزارعة للفائدة، أن المزارعة تجوز على سبيل الانفراد، لأن أو هنا للتنويع وليست للشك. وهذه هي المسألة الثالثة معنا، أنه يجوز عقد المزارعة بدليل قوله أو زرع، فدل على أنه قد ينتفي الثمر وهو المساقاة، فحينئذ يكون موجودا. هذا الحديث أيضا فيه من الفقه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أنه يجوز كراء الأرض، يعني مؤاجرة الأرض بجزء مما يخرج منها. الأرض قد تكون كبيرة جدا فيكون فيها بيت ويكون فيها شجر، مجرد الاتفاق على الشجر هذا هو المساقة، لكن أن تؤجر الأرض كلها بالبيت الذي فيها والحظائر التي فيها، كل المزرعة، تقول المزرعة لك السنة كلها في مقابل ماذا؟ جزء من الثمرة. واضح الفرق بين هذا؟ إذن جمعت عقدين في عقد واحد، العقد الأول المساقات على الثمرة، أنا عندي مزرعة فيها نقول 100 نخلة وفيها سكن لي وفيها حظائر لبهيمة الأنعام وفيها ربما يعني أشياء أخرى، فيأتيني عامل ويقول هذا المكان سأستأجره بكم؟ قال بنصف الثمرة. انظر معي، هذا العقد شمل أمرين، شمل مساقات للثمرة النخل، وشمل أيضا كراء الأرض، فهو شمل عقدين معا، ففيه أنه جمع الثنتين. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على خيبر كلها، وخيبر كبيرة جدا فتشمل البيوت وتشمل الأراضي وتشمل كل شيء، بجزء مما يخرج من الأرض. وهذا نص صريح جدا على أن المساقات ليست خاصة فقط بالشجر، بل يجوز للشجر ويجوز للأرض التي تكون حاوية للشجر. وهذا في توسع، وذلك أوسع المذاهب حقيقة في هذه المسألة هم مذهب الحنابلة والمالكية في قضية المساقة، وذلك الشيخ تقي الدين له رسالة في التوسع فيها أيضا أوسع، قد نشير لبعض خلافه. أنا أتمنى أن تكون واضحة الفكرة، كراء الأرض، أن كراء الأرض يشمل اثنين، يشمل ضم مساقات للأصول التي هي النخل ونحوها مع كراء الأرض التي تحتها، سواء فيها بيت، سواء فيها حظائر، سواء كان فيها آلة لأشياء أخرى، فجمع الجميع بجزء مشاع من الثمرة، فهم باب التبع هنا دخل عليه، وهذا جائز. المسألة الأخرى أيضا نستنبط من هذه الجملة أصل، وإن كان على خلاف المذهب وإنما على الرواية الثانية، وهو أن يجوز أن يكون هناك عقدان في عقد واحد. المذهب أنه لا يجوز عقدان في عقد واحد بأن يكون أحدهما مشروطا في الثاني، بل يجب أن يفصل كل عقد عن الآخر، ويرون في ذلك حديثا مر معنا وهو حديث نهى عن بيعتين في بيعة، ومر معنا أن المقصود بالبيعتين في بيعة على الرواية الثانية إنما هو بيع العينة، وهذا الحديث فيه جمع لعقدين في عقد واحد فدل على صحته. طيب يقول وفي رواية لهما، طبعا الرواية الأولى التي ذكرها المصنف هي حقيقة لفظ البخاري كما نص على ذلك المرداوي في كفاية المستقنع، والحقيقة عند مقارنة البلوغ مع كفاية المستقنع يظهر أن المصنف أعني ابن حجر رحمه الله تعالى بالفضل استفاد من كفاية المستقنع المرداوي فائدة واضحة جدا، فإنه يأخذ من الألفاظ ما اختاره الجمال تماما، ويحكم على الأحاديث نحو مما حكم عليه الجمال بالنص، فربما كان كتاب الجمال المرداوي بين يديه
أو من نقل عنه كابن عبد الهادي بين يديه حينما وضع كتابه. يقول: وفي رواية لهما أي للشيخين، فسألوه أن يقرهم بها، يعني أن يبقوا فيها، على أن يكفوه عمل أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر. فيه هنا يعني هذه الجملة أتى بها المصنف على مسألة لا بد أنه من تحديد نسبة الربح للعامل وتحديدها لرب الأرض، لأنه قال ولهم نصف الثمر، نصف الثمر. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك، أي على ما اتفق عليه، ما شئنا. انظر معي، هذه الجملة التي أتى بها المصنف فيها من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن فقهاء المذهب استدلوا بهذه الجملة نقركم بها على ذلك ما شئنا أن عقد المزارعة عقد جائز. نحن نعلم أن كل العقود إما أن تكون عقودا جائزة وإما أن تكون عقودا لازمة. عقود جائزة يجوز فسخها، وإما أن تكون عقود لازمة لا يجوز فسخها بإرادة أحد الطرفين، بل لا بد من اتفاق الإرادتين على الفسخ، لا بد أن يتفق الاثنان. وأما العقود الجائزة فإنه يجوز لأحد الطرفين أن يفسخها. وهناك عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف، مثل الكفالة، فيجوز للمكفول له أن يفسخ العقد، وأما الكفيل فليس له أن يفسخ العقد، وهكذا. المذهب يقولون إن عقد المساقاة عندهم وكذلك سائر عقود الشركات والمضاربة وسائر عقود الشركات ستمر معنا إن شاء الله كلها عقود جائزة، يجوز لكل من الاثنين أن يفسخ عقد الشركة ومنها المساقاة. ما دليلكم على ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئنا ما أردنا. فدلنا ذلك على أن العقد عقد جائز. والرواية الثانية في المذهب يقول: نعم، إن عقد المساقاة عقد جائز لكنها قد تكون لازمة. متى؟ قالوا: تكون لازمة إذا أقتت بأمد وذكرت يعني المزارعة حولا معينا، قالوا حول الحول يعني سنة كاملة، فإذا أقتت بأمد معين فإنها تكون لازمة. وهذا اختيار الشيخ تقي الدين ومال له ابن رجب في القواعد، والفتوى الآن على هذا الشيء أن هذه العقود تكون عقود لازمة، لأن فيها ضرر كبير جدا إذا قلنا أن صاحب العمل له حق الفسخ. يعني أحيانا قد يأتي شخص عنده مزرعة فيقول ازرعها، فيأتي العامل ويجد في الزراعة لأن له النصف أو أكثر، فيأتي صاحب المزرعة فإذا رأى أن الحصاد جيدا وأن النتاج طيب يأتي قبل يعني انتهاء مدة الأمد واللزوم فيقول: فسخت عقد الإيجار. طبعا إذا فسخها ما يكون للعامل إلا أجرة المثل، وهو الحقيقة مزارع بالألوف وأجرة المثل بشيء أقل من ذلك بكثير، ففيه يعني ضرر ليس بالسهل. ولذلك الرواية الثانية أنها إن حددت بأمد وعين حول معين بعينه فإنها تكون لازمة، وهذا الذي عليه العمل الآن في القضاء على الرواية الثانية أن عقود المزارعة ومثلها سائر عقود المشاركات تكون لازمة إذا حددت بأجل معين. أخذنا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئنا. المسألة الثانية من هذه الجملة أيضا نستدل بها على أنه أو استدل بها فقهاء المذهب على أنه يجوز أن تكون يعني أن يكون عقد المزارعة غير معلوم الأجل. يجوز أن يكون عقد المزارعة غير معلوم الأجل. عندهم أن المضاربة يجب أن تكون معلومة الأجل، وأما المزارعة فيجوز أن تكون غير معلومة الأجل، هذا المذهب. وما السبب في ذلك؟ يقولون: لأن المزارعة جاء الحديث ولم يوقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما قال ما شئنا، قد تكون سنة سنتين ثلاث، فإذاك نقول ما شئنا فهي مطلقة، فدل على جوازها. والأصل أنه لا بد أن يكون معلوم الأجل ومعلوم الثمن والمثمن وغير ذلك من الأمور المتعلقة في البيع. طبعا هذه قاعدة المذهب أنهم فقط استثنوا المزارعة. ابن القيم رحمه الله تعالى لا، توسع فقال إن كل عقود المؤاجرات، لأن المزارعة فيها شبه بالإجارة وذلك قد تسمى إجارة كما سيأتي المسألة القادمة، كل عقود المؤاجرات تصح بدون تحديد أجل. فلو أن رجلا استأجر من آخر بيته فقال: أجرتك بخمسمائة شهريا وسكت،
المذهب لا يصح، لابد أن يحدد أجرتك كم سنة، شهر، شهرين، ثلاث، لابد أن يحدد أجل. وأما ابن القيم فيقول يصح أن تكون مفتوحة ما دام الثمن محدد اليوم بكذا، إن شاء الله يجلسون 20 سنة، لا يلزم تحديد أجل، لا يلزم فيه تحديد الأجل. ولكن إذا أراد أحد العاقدين أن يفسخ العقد فله وقت ما يشاء، ويصبح لأحد العاقدين فسخ العقد متى ما شاء إذا لم يحدد الأجل. هذا رأي ابن القيم في زاد المعاد، وأطال في تقرير هذا الشيء قياسا على المزارعة، قياسا على المزارعة. وهذه الحقيقة دائما أقول لكم وأكررها دائما، أوسع المذاهب في المعاملات المالية إباحة هي الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد في باب المعاملات بالخصوص، يعني فيه إباحة وتيسير وتسهيل عليه. ولذلك أقول بملء فيه إن أغلب تعامل الناس الآن وأكثر معاملات المعاصرين وتقريراتهم سواء كانت مصرفية أو كانت عقدية مطلقا فإنما هم يبنون على الرواية الثانية مذهب أحمد، وإلا المذاهب الأخرى في المعاملات شادين جدا، حتى مشهور مذهب عند المتأخرين في نوع الشدة وإن كان أيسر من غيره، لكن الرواية الثانية فيها تساهل كبير، منها هذه أن عقود الإيجارات تجوز من غير تحديد أمد لها إذا عرف الثمن المقدر. يقول نعم أيضا نستفيد من هذه في قوله ما شئنا، بعض أهل العلم أخذ وهو الرواية الثانية في المذهب أنه يجوز أن يكون في عقد المشاركة خيار، خيار الفسخ إذا قلنا باللزوم. لما أقول المذهب الأول لماذا؟ لأن الرواية الأولى أصلا عقد جائز يجوز فسخه أي وقت، فلا خيار فيه، العقود الجائزة هو أصلا ثابت له خيار الفسخ ابتداء. وإنما من يرى لزوم عقد الشركة يقول إنها عقد لازم ويجوز فيه اشتراط الخيار، أي خيار إمضاء العقد من فسخه، وفهم ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم ما شئنا، فقد يحتمل ما شئنا جهالة الأمد، ويحتمل ما شئنا أنه هو عقد مستمر والخيار لنا نحن في فسخه وليس لكم. وهذا أقول كما قلت لكم على الرواية الثانية. قال فقروا بها، وهذا أي أقروا بها، ومعلوم أن حذف الهمز لغة عربية فصيحة، ويجوز أن تحذف الهمز أحيانا فتسهله فتقول فقروا بها بدلا من أن تقول فأقروا بها. ويقال إن لغة قريش هو تسهيل الهمز، وهي التي يقرأ بها ورش عن نافع المدني إن المؤمنين والمؤمنات وهكذا، فتسهيل الهمز موجود. فقروا بها بمعنى فأقروا، وهو باب الإقرار أي الرضا بالعقد. قال حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه، وكان إجلاء عمر رضي الله عنه لهم إلى تيماء، أو أجلاهم إلى أريحة، فأجلى بعضهم إلى تيماء وبعضهم إلى أريحة. قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود، يهود خيبر، نخل خيبر. طبعا أتى المصنف بهذه الجملة لكي يبين أن الذي تمت المزارعة عليه إنما هي النخل فقط، ولكن نحن نستدل بالرواية الأخرى عاملهم على أرض خيبر كاملة، ولا نقول إنه النخل فقط، بل كان العقد على الأرض، فأقروا في بيوتهم ولم يؤخذ منهم كراء في بيوتهم ولم يؤخذ منهم أي شيء على المنافع الأخرى. ولكن هذا الحديث يعني موافقة لمذهب الشافعية أنه على النخل فقط. قال على نخل خيبر وأرضها لكي تكون مزارعة ومساقاة معا، الأرض للمزارعة والنخل للمساقاة. قال على أن يعتملوها من أموالهم. هذه الجملة جدا مهمة، جدا مهمة، لأن هذه الجملة نستفيد منها أن يهود خيبر العمل الذي عملوه على في الأرض مساقاة ومزارعة كان من أموالهم، كان من أموالهم. ومن أهم الأشياء التي تؤخذ في المزارعة ماذا؟ البذر. فظاهر الحديث أن بذر، شوف انظر معي، أن بذر الذي استخدم في الزرع كان من العمال وهم أهل خيبر. طبعا المذهب كما تعلمون كما قال غير واحد أن أكثر المتأخرين على أن المزارعة يجب أن يكون البذر من صاحب الأرض. ليش؟ قالوا لأنه معناها أن العامل جاء بمال وهو البذر مع العمل، فأصبح فيه إشكال عندهم، فأصبحت الجهالة أكبر. فالأكثر الأصحاب المتأخرين على أن المزارعة يجب أن يكون البذر فيها من رب الأرض أي صاحب الأرض رب المال. ولكن المحققين من أهل العلم، بل أكثر نصوص الإمام أحمد على الرواية الثانية التي اختارها المحققين كالشيخ تقي الدين وتلاميذه وقبله كثير، على أنه يجوز أن يكون البذر من العامل. دليلهم هذا الحديث أن يعتمروها، يعملوا فيها من أموالهم،
فاليهود هم الذين أتوا بالبدر. ولذلك انظر الشيخ موسى الحجاوي عليه رحمة الله، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى، أنه لما ذكر في الزاد هذه المسألة ذكر أن الذي عليه عمل الناس، لم يذكر المشهور عند المتأخرين، قال والذي عليه عمل الناس أن يكون البذر، أنه يجوز أن يكون البذر من صاحب من العامل ما عليه عمل الناس. ولذلك دائما النظر في مسائل بذات المعاملات، كما قال الشيخ تقي الدين في أول مسائل تفسير آية أشكلت، قال إن بعض الفقهاء يقف عند بعض المسائل والقواعد المقررة ثم يصبح الناس بعد ذلك في حرج، فهم بين رجلين، بين رجل يتحرج فيقول وقعت في الحرام، وبين رجل يتحيل عليها بأدنى الحيل، وبين رجل يترك شيئا له فيه رخصة وفيه مشقة في تركه. قال لك لو تأملنا بالرجوع للنصوص والنظر لمعاني الكلية في الشريعة لوجدنا أن في هذا سعة. إذن فالسعة بأن يكون العامل هو الذي يأتي بالحب، والآن أغلب المزارع الموجودة عندنا العامل هو الذي يأتي بكل شيء، الحب والسماد وكل شيء يأتي به. لكن لو قلت أن صاحب الأرض هو الذي يأتي بالحب والسماد ويأتي بالمبيدات أيضا وهكذا، فأصبح كثير من الناس رغب في هذا العقد أو رغب عن هذا العقد، لا رغب كثير من الناس عن هذا العقد. طيب، هذه المسألة أخذت من قوله أن يعتملوها من أموالهم، وعرفنا الروايتين فيها. أما المذهب فإنهم حملوا هذه الرواية يعتملوها من أموالهم على أنهم يعتملوها بمعنى العمل، وما كان من ما يتعلق بالمال يعتمله ما كان من العمل فيعمله هم من أموالهم، وأما ما كان يحتاج إلى مؤنة كالحب وغيره فإنه يكون من مال صاحب الأرض. نعم، تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. هذا حديث حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة. طبعا حديث رافع بن خديج هذا حديث سبب إشكالا للفقهاء كبير جدا، ولذلك يقول الإمام أحمد: حديث رافع بن خديج على ضروب كثيرة، له يعني روايات كثيرة جدا وبعضها يخالف بعض. ولذلك الإمام أحمد لما ذكر هذه الروايات المختلفة وأنه ضروب متعددة وألوان مختلفة قال: ولا أراه إلا مضطربا، مضطرب هذا الحديث، وقال: لا أرى العمل به إلا هذا الرواية التي نقلها المصنف هي التي رجحها الإمام أحمد وعمل بها. قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة. قبل أن نبدأ بهذا الحديث أريد أن تعلم أن المعاقدة على الأرض لها أربعة صور. أول صورة أن يعاقد رجل الآخر على الأرض في مقابل مبلغ معين، في مقابل مبلغ مقطوع معلوم، فيكون من باب الإجارة، وهذا أجمع أهل العلم على جوازه. طبعا على خلاف هل يجوز مؤاجرة الزرع النخل، هذه مسألة أخرى نتكلم عن الأرض. الصورة الثانية أن تكون المعاقدة على الأرض بجزء مشاع منها، بجزء مشاع من مما يخرج منها، فيقول: هذه الأرض إذا زرعتك عليها إن خرج منها كذا فلي النصف ولك النصف، ما يخرج منها قليل أو كثير لي النصف ولك النصف، أو لي الربع ولك ثلاث أرباع وهكذا. هذه الصورة الثانية. وهذا العقد أيضا جائز، جائز في المذهب مجزوم به، رواية واحدة فيما أظن بناء على خلاف المزارعة هي مشروعة أم لا. الأمر الثالث أن يعاقده على الأرض بجزء معلوم منها، يأتي للأرض فيقول: شوف هذه الربع الزاوية الفلانية هذا الذي أريده، هذا الذي أريده، وما عدا، أو يقول: هذا النخل خذه، لكن النخلة الفلانية هذه وهذه نتاجها لي والباقي لك. هذا تحديد جزء مشاع من الأرض، تحديد جزء مشاع من الأرض، هذه يقول ما تجوز، ما تجوز،
وهو الذي ورد به حديث رافع لسنذكره بعد قليل. طبعا عندنا هنا مسألة ذكر الشيخ بن سعدي نكت يعني حيلة، ويقول هذه من الحيل المشروعة. احنا مر معنا أن الحيل نوعان، حيل مشروعة يعني سواء سميتها حيلة أو لم تسميها حيلة. متى تكون الحيل الممنوعة؟ أن كل عقد نهي عنه لذاته فإنه يحرم التحيل عليه، وكل عقد حرم لغيره يجوز، ما ودنا نسميها حيلة، نجوز يعني خلنا نقول حيلة باب التجوز كما يسمي بعض الفقهاء، يجوز التحول عليه التحيل عليه بشرط إذا أمن الأمر الذي حرم لأجله، مثل بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. ذكرت هذه القاعدة في ذلك الباب في باب الربا. ذكر الشيخ ابن سعدي أنه جرت عادة بعض الناس أنه يكون عنده الحائط فيه لا يريد منها إلا نتاج نخلة بعينها، ويجعل عاملا يعمل فيها ويقول أريد نتاج هذه النخلة. قال فما الحيلة فيه؟ ذكر حيلة لطيفة أوردها في شرحه على عمدة الأحكام فتراجع هناك، لأن لا أريد الوقت انتهى، ما بقى إلا خمس دقائق على الأذان. طيب هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة هي التي فيها خلاف قوي في المذهب، وهو الجمع بين الصورة الثالثة ما تجوز. الصورة الثالثة قلنا قبل قليل ما تجوز لحديث رابع سأذكره بعد قليل. الصورة الرابعة وفيها خلاف بين الرواية الأولى والثانية، وهو جمع عقدين، جمع عقدين، جمع عقد إجارة وعقد مزارعة معا. فيأتي الشخص للعامل فيقول هذه الأرض سأعاقدك عليها على أن تعطيني 500 ريال شهري وربع ما ينتج منك، فتجمع له بين عقدين، بين عقد إجارة وعقد ماذا؟ مزارعة. جمعت بين عقدين. فمشهور المذهب أنه لا يجوز الجمع بين هذين العقدين مطلقا، واستدل الإمام أحمد على عدم جواز المنع بينهما كما في رواية الأثرم عنه بأول حديث، وهو حديث ابن عمر، فإن الإمام أحمد قال أكره الجمع، يعني ما أكره عندهم محمول على روايتين وغالبا على التحريم، لأن أحمد يتورع فيما لم ينص على التحريم قبله. قال أكره الجمع بين الثلث ودراهم، الثلث اللي هو الجزء المشاع ودراهم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر فقط ولم يذكر غيره، بذلك قال أكره. أخذ منه فقهاء المذهب في المشهور أنه لا يجوز الجمع بينهما، ولأن عقد الإجارة عندهم يختلف عن المزارعة. الرواية الثانية في المذهب قالوا يجوز الجمع بينهما، يجوز الجمع بينهما أي بين عقد الإجارة وعقد المزارعة معا. وهذا الأصل الذي بني عليه جواز الجمع بين عقد الإجارة وعقد المزارعة طرده الشيخ تقي الدين حتى في المضاربة، فإن المذهب يرون أن المضاربة لا يجوز للعامل أن يأخذ أجرا، بل يأخذ جزءا مشاعا فقط. واختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز له أن يأخذ جزءا مشاعا ويأخذ مع الجزء المشاع نفقته أو أجرا اتفق عليه، بشرط أن يكون قد يكون مشروطا أو جرت العادة به. والآن عمل الناس في المضارب أنه يجمع بين ثنتين غالبا، يأخذ راتبا شهريا وإضافة للراتب الشهري يأخذ جزءا مشاعا. إذن فجواز الجمع بين عقد المزارعة والإجارة أو عقد الإجارة والمضاربة مشهور مذهب عدم جوازه، لأن النصوص لم تدل عليه، ولأن المعاني تدل على أنهما عقدان مختلفان في حقيقتهما فلا يجوزان. والرواية الثانية أنه يجوز لعدم وجود المانع من الجمع بين عقدين في عقد واحد. نعم. يقول سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة، قال لا بأس به. هذه الصورة الأولى التي ذكرناها قبل قليل، وهو المعاقدة على الأرض بالإجارة، يجوز وهذا بإجمع لا بأس به. ثم قال رافع إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، على الماذيانات، والمراد بالماذيانات إما الأنهر الكبيرة أو مجرى الماء الكبير السواقي. فكان بعض الناس يقول هذه الأرض ازرعها وما يخرج على السواقي فإنه يكون للعامل أو يكون لرب الأرض، غالبا يكون للعامل لأن أراضيهم صغيرة. مثل بعض الناس يقول يعني أنا سوف أقوم بزراعة أرضك وما ينبت في أحواض الشجر لي وما عداه لك، هذه مثل هذا المعنى، حدد مكان معين، هذا موجود عندنا الآن، يقول ما في أحواض النخل مما يزرع لي وما عداه فهو لك من الزرع. حينئذ نقول هذا ما يجوز، لأنه الصورة الثالثة وهو ماذا؟ تحديد بقعة معينة أو مكانا، تحديد مكان معين هو يكون عليه المعاقدة، هذا لا يجوز، وهذا هو أصح الروايات في حديث رافع. قال على الماذيانات وأقبال الجداول، الجداول اللي هي المجرى الصغير يكون،
قال وأشياء من الزرع، يحدد من الزرع شيء معين. قال فيهلك هذا ويسلم هذا، قد يهلك الذي للعامل ويسلم الذي لرب المال أو العكس، ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراء إلا هذا، لم يكن الناس يعرفون إلا ذلك. قال فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. إذن حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه نأخذ منه جواز الصورة الأولى وجواز الصورة الثانية، نعم جواز الصورة الأولى وحرمة الصورة الثالثة. طيب الصورة الثانية هل تكلم عنه؟ نقول الصورة الثانية بعض أهل العلم يقول إنها داخلة في قوله فأما شيء معلوم مضمون، مضمون أي ضمن بضمان العقد ليس بأنه مضمون، قال فلا بأس به. طبعا عندنا كلمة فلذلك زجر عنه سيأتي إن شاء الله في الحديث القادم فيه فقه دقيق لكن يناسبها الحديث القادم. يقول الشيخ أبو الفضل بن حجر وفيه بيان ما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. جاء في بعض روايات الصحيح من حديث رافع أن سلم نهى عن المساقاة التي استدل بها الحنفية. فقال المصنف إن هذا الحديث يبين لنا أن المنهي عنه إنما هو المزارعة والمساقاة الفاسدة التي حدد فيها موضع معين يكون نصيبا للعامل أو لرب المال. هذا قصد المصنف وكلامه صحيح. نعم. أذن تأخرنا شوي لكن ما هي مشكلة. تفضل سم شيخي. ما ذكر؟ ما يبقى عندك معلوم؟ ما يبقى عندك في اللفظة؟ طيب لا معلوم يعني نسبة الربح معلومة يعني 20% 30% هذا معنى معلوم ليس معلوم، يعني تحتمل الكرة أنه معلوم وتحتمل أنها النسبة المشاعة 20 لي و80 لك. طيب نأخذ الحديث الذي بعده. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. نعم هذا حديث ثابت بن الضحاك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. هذا الحديث مشكل من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وفي المقابل جاء حديث وهو حديث ابن عمر مع أهل خيبر أنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل المزارعة، ولذلك قلت لك أن كثير من أهل العلم أشكل عليهم عمل المزارعة، وفقهاؤنا يقولون إن عقد المزارعة عقد صحيح. وأما حديث النهي عن المزارعة فإنهم يحملونه على أوجه. الوجه الأول أن هذا الحديث محمول على المزارعة الفاسدة، المزارعة الفاسدة كما في حديث رافع السابق، ولذلك هذا الذي مال له المصنف، ولذلك يقول فيه بيان لما أجمل من في المتفق عليه من إطلاق النهي، ومنه لذلك قال هذا ومنه يعني أن هذا ملحق به. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن المزارعة الفاسدة التي يحدد فيها بقعة معينة تكون هي محلا لاستحقاق العامل أو رب العمل، نقول إن هذا عقد فاسد هو الذي نهي عنه أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني هو للشيخ تقي الدين بن تيمية، والشيخ تقي الدين ينظر دائما لقضية أفعال القلوب، وأنتم تعلمون هذا الشيء، فإن من كتبه الجميلة التي عنيت بأفعال القلوب التحفة العراقية، وله كتاب آخر أيضا جميل جدا اسمه الاستقامة تكلم عن أفعال القلوب. يقول الشيخ تقي الدين إن الشخص أو الناس إذا اعتادوا على فعل محرم معين فإن ترك هذا المحرم يصعب عليهم ويشق عليهم مشقة كبيرة جدا. طيب ما الذي يحدث بعد ذلك؟ فإنه حينئذ إذا أردت أن تمنعهم من هذا المحرم تمنعهم منه ومما يقاربه. إذن فكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة في هذا الحديث إن حملناه على المعنى الذي تواضعنا على معرفته وهي المزارعة الصحيحة فنقول هو نهي لهم، نقول مؤقت لكي يبتعدوا عن العقد الذي قاربوه. وأما الحكم فإنه ثابت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، فهو أبو بكر وعمر ما زالوا على عقد المزارعة مع أهل خيبر، وخيبر نخل ففيها مزارعة فدل على جوازه. فهذا الحديث من باب إبعاد الطباع، ولذلك بعض الناس كما تعلمون في حديث نعمان بشير وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمونها كثير من الناس، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ليس المشتبه في الحكم فقط وإنما المشتبه الذي قد يؤديك إلى الحرام، وهذا معنى قول أحمد مثلا إن الذي يترك السنن الرواتب رجل سوء، هي سنة يجوز تركها ولكنه لمن ترك سنن الرواتب قد يترك الفرائض، وهذا ملاحظ. فإن الذي يترك سنن الرواتب ولا يحافظ عليها تجده يتهاون في الفرائض إما كلا أو بعضا. فكذلك لما اعتاد الناس على هذا العقد منعهم النبي صلى الله عليه وسلم مما يقاربه لكي يتركوه بالكلية،
ودل على مشروعية الجائز منه في غير هذا الموضوع، فكان من باب التأديب، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس عن بعض الأفعال. سنة الراتبة مشروعة، ومر معنا في حديث جابر، فلما دخل رجل قال اجلس، فمن باب التأديب له ترك له سنة. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. نعم، هذا الحديثان قد يظن أن بينهما تعارض، فالأول حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الذي حجمه أجره، قال ابن عباس: ولو كان حراما لم يعطه، أي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رافع: كسب الحجام خبيث. هذا الحديثان أشكلا على كثير من أهل العلم، فبعضهم قال إن الخبيث هنا محرم، ويكون محرما المؤاجرة عليه، والذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم بذله من غير تعاقد بينهما، وإنما هو من باب الهبة، مثل ما قلنا في باب القرض، إن القرض يجوز أنك تعطي أكثر مما أخذت صفة لا قدرا على المذهب من غير تعاقد، ففرق بين التعاقد وبين الاتفاق. هذه رواية في المذهب، ولكن المشهور في المذهب أن إجارة الحجام والاتفاق معه عقد جائز يجوز بذله ويجوز أخذه، ولكن يقولون إنه مكروه كسب الحجام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث. وخبيث هنا ليس معناه يعني محرم، وإنما معناه أنه هو من شر الكسب، ولذلك يقولون من شر الكسب كسب الحجام. وقد جاء في قول الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، مع أنه ملك مباح، فدل على أنه مباح ولكنه خبيث. وقد قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: إن الأكساب ليست على درجة واحدة باعتبار سببها، فبعض الكسب أطيب من بعض، ولذلك أطيب الكسب ما يعمله الرجل بيده، فأطيب الكسب عمل الرجل بيده، وهكذا. وأسوأ الكسب المباح هو أجرة الحجام. وبناء على ذلك فإن المرأة إذا كان عنده كسب مختلف باعتبار نوع كسبه، فيقول إن أطيب الكسب يجعله داخل بدنه فيأكله، فلا يأكل الشخص، يحرص دائما ألا يأكل بفيه ويدخل لداخل جوفه إلا أطيب كسبه. وهذا معنى قول سفيان بن الثوري حينما دخل إلى بعض الناس فبدأ يأكل عنده، قال سفيان: ليس لي حاجة بالأكل، ولكني أعلم أنه طعام مباح. ولذلك التورع في الأكل أكثر من التورع من غيره من الاستخدامات. كان أحمد لا يمنع أبناءه من أن يأكلوا من بيت ابنه صالح، لأنه ولي القضاء في أصبهان، ولكن يمتنع هو من باب الورع. إذن أطيب الكسب يجب أن يكون للأكل، ثم يليه، هذا كلام الشيخ تقي الدين، ما والى البدن كاللبس، ثم يليه البيت، ثم يليه ما كان من باب الخدمة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلفه ناضحك، أي أعطه البعير الذي يأتيك بالماء أو أعطه الخادم، فإنه يحتمل على المعنيين، فاجعله في مرتبة بعيدة ولا تجعله متعلقا ببدنك. وهذه مسألة يعرفها من عني بقضية أفعال القلوب، ولذلك فإن الكسب له أثر في لين القلب، أثر عجيب جدا، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذن فلأثر الكسب أثر في الدعاء، أثر في السلوك، أثر في صحة البدن، أثر في العبادة. حتى إن أبو محمد الجويني أو ابن أبو المعالي نسيت نقله عنه ابن الملقل في كتاب تراجم الشافعية، قال: إني أحيانا أجلس وأتكلم، كان الرجل يتكلم في درسه، فربما تأتأ أو فأفأ في أثناء درسه، فسأله بعض الطلاب قال: إنك إذا تأتأت أو فأفأت قلت هذا من أثر تلك المصة، فما قصة ذلك؟ قال: إن أبي كان رجلا صالحا، وكان يحرص على ألا يغذينا إلا حلالا، وإن جارتنا كانت تأكل الربا، فدخلت علينا الدار فوجدتني أبكي وأنا رضيع فأرضعتني، فلما دخل والدي وعلم بذلك حاول أن يخرج كل ما ارتضعته من تلك الجارية، فأخرج ما أخرج وبقي ما بقي، قال: فأنا أرى أثر شؤم تلك الرضعة الآن في إيش؟ ربما في لسان. ولذلك فاق هؤلاء الأئمة، فالشخص إذا أراد
أن يصلح الله عز وجل حاله وحال أبنائه من بعده ويرى بركتهم، ومن أعظم بركتهم أن يرى برهم وأن تقر عينه بهم وهكذا، فليحرص على أن يكون طعامه وطعامهم طيبا حلالا في أعلى درجات الحلال. هذا وجه. الإمام أحمد ماذا كان يقول؟ يقول أنا أذهب لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال وبه أأخذ، ثم قال ونحن نعطي الحجام أجره، كذا يقول الإمام أحمد، ولكن إذا كرر علي، يعني قال هل آكله، فما يعطي هذا الحكم لكل أحد، وقال إذا كرر علي، هذا يدلنا على أن بعض الأحكام هي من باب الورع، وباب الورع لا يقال لكل الناس. الورع يقول سفيان بن عيينة كما نقل ذلك أبو طاهر القيسراني في أول السماع، الورع كل يحسنه، كل يقول حرام حرام، ولكن العلم عندنا رخصة من الثقة. فباب الورع لا يعطى لأي أحد ولا كل أحد يقوى عليه. وإذا قال أحمد فإذا كرر علي، أي الحجام، قلت له أعرف ناضحك أو عبدك. انظر، كرر علي، أحمد إمام في الورع كما قال الشافعي، أحمد إمام في الورع، إمام في السنة، إمام في الفقه، إمام في كذا في كذا. الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة محل الشاهد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. في هذا الحديث من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن عقد الإجارة عقد لازم، لأنه قال استأجر أجيرا فاستوفى منه، بدأ في الاستيفاء ولم يعطه أجرا، فدل على أن عقد الإجارة عقد لازم. هذه مسألة. المسألة الثانية وهو أن عقد الإجارة تملك فيه الأجرة بالعقد، تملك فيه الأجرة بالعقد، ولا تستقر، يعني يستقر الملك إلا عند تمام المدة، إلا عند تمام المدة، وسيأتي إن شاء الله بعد حديثين آخر حديث الباب يتعلق به. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخرجه البخاري. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة اللديغ، في قصة أبي سعيد وغيره، حينما وجدوا لديغا سيدا لقومه، فكان الذي قال هل فيكم من راقي؟ قالوا لا نرقى لكم أو لا نرقيكم إلا بجعل، فجعلوا لهم جعلا فرقوه فشفي بأمر الله عز وجل، فشكوا في هذا المال الذي أخذوه، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلوا لي منه سهما، مما يدل على جواز ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا الحديث يدل على مسألة، أو يظن أنها تدل على مسألة، فإنه يظن أنه يجوز أخذ الأجرة على القرآن، والمراد بأخذ الأجرة على القرآن إما أخذ الأجرة على قراءته، وهذا موجود، بعض الناس تقول له تعال اقرأ لي وخذ أجرة الساعة بكذا، أو أخذ الأجرة على تعليم القرآن، أو أخذ الأجرة على كتابة القرآن، وصور أخرى غير ذلك، لكن هم من الصورة الأولى وهي على التعليم وعلى القراءة. يقول أهل العلم إنه اتفق العلماء على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرآن، لا يجوز أخذ الأجرة على القرآن مطلقا، لأن القرآن أعظم وأجل من أن يؤخذ عليه أجرا. طيب هذا الحديث كيف يوجه؟ قال أحمد ليس في هذا الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على القرآن، إذ هذا الحديث إنما هو في الجعل، والجعل كان في قصة اللذيغ على الشفاء، فهؤلاء الذين جاءوا الصحابة رضوان الله عليهم من الرجل سيد قومه قالوا إنه إذا شوفي هذا الرجل فاجعلوا لنا جعلا. إذن الجعل لا يجوز على الرقية، عفوا الأجرة لا تجوز للراقي ولا تجوز للقارئ ولا تجوز للمعلم، وإنما يجوز الجعل بأنه إذا شوفي تأخذ كذا، وإذا حفظ القرآن الولد كاملا وأتقنه فلك كذا، فيكون على النتيجة وليس على الوقت والاحتباس، لأن القرآن لا يجوز أخذ الأجرة عليه، فهو أجل من أن يعلم بأجرة، وإنما يكون على النتيجة، فالجعل يجوز والأجرة لا تجوز. طيب عندي مسألة أخيرة. بعض يعني المشايخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع ألف كتابا وانتصر فيه للرواية الثانية في المذهب، وهو جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، سماه البرهان في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقط، فقط التعليم. قال إن بعض الأحكام تجوز عند الحاجة،
ومنها هذه المسألة. فإنه إذا لم يعطى مدرس القرآن أجرا فإنه حينئذ لن يقوم أحد بهذا الأمر، فإذا وجدت الحاجة جاز أخذ الأجرة له. ونحن عندنا قاعدة أيضا في ما حرم لذاته وما حرم لغيره، أن ما حرم لغيره جاز إذا أمن عند الحاجة، وهذا منه. والرواية الثانية إذن في المذهب أنه فقط استثنى تعليم القرآن عند الحاجة، إذا لم يوجد المتبرع فإنه يجوز أخذ الأجرة على ذلك، فإنه يجوز أخذ الأجرة عليه. طبعا بالنسبة للإمام وغيره هذا يأخذ جعلا أو رزقا، والرزق هو ما كان من بيت مال المسلمين، فالجعل والرزق مستثنى باتفاق، قالها الشيخ تقي الدين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. نعم، هذا حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه. هذا الحديث رواه ابن ماجه وأعله بعض أهل العلم مثل جمال المرداوي وغيره، بأنه قد تفرد بروايته عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو متكلم فيه، فلا يصح عليه، أما أبوه فهو ثقة. هذا الحديث يقولون إنه لا يعارض الحديث الأول، حديث أبي هريرة: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، لأن قلنا هناك أن فقهاءنا يقولون إن الأجرة تملك بالعقد ويستقر الملك بانتهاء المدة أو العمل. هذا الحديث لما قال أعطوه قبل أن يجف عرقه ليس معنى أنه لا يملكها قبل ذلك، وذلك يقول منصور في شرح منتهى الإرادات: هذا الحديث لا يعارض الحديث الأول، وإنما يكون مالكا لها، فلا يعارض الإيتاء الملك قبل ذلك، لا يعارض الإيتاء الملك قبل ذلك. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق، وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف. يعني مسألة دقيقة جدا، وهي قضية عدم تحديد الأجرة، نقف عندها. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.